هنا السؤال يقول لي الأستاذ عن يحيى الحجوري، أنا لا أعرف يحيى الحجوري، وأنا مثلكم أعتمد كلام أهل العلم فيه، من يعني أنا أسمع إيش قال الشيخ ربيع، إيش قال الشيخ عبيد، إيش قال الشيخ محمد بن هادي، أنا أمشي واتبع كلام العلماء، لأنه أنا ما عندي علم في هذا الشخص أو تعمق في معرفة أشياء وأخطاء، فأنا أتبع كلام العلماء، ونصيحتي للكل أن يتبع كلام العلماء.